في العام 2015 عاش تنظيم القاعدة مرحلة رخاء مالي غير مسبوق، خصوصاً بعد أن سيطر على مدينة المكلا الساحلية في محافظة حضرموت جنوبي شرق اليمن. لكن هذا الرخاء لم يدم طويلاً، إذ واجه التنظيم أزمة مالية خانقة بدأت بعد مقتل زعيمه المؤسس ناصر الوحيشي. مقتل الوحيشي خلق حالة من الفراغ الإداري والتنظيمي، وهو ما استغله عدد من القيادات الجهادية المقربة من الوحيشي لكي تنهب مبالغ طائلة من الأموال التي سبق وأن ادخرها التنظيم لصالحه، وغلقت هذه الأموال حالة من التراخي والفساد بين قيادات وعناصر القاعدة. وبحسب قياديين مقرب من القيادة العامة، فإن المبالغ المالية التي استولى عليها التنظيم من بنوك المكلا كان أكبر من الذي تم الإعلان عنه بكثير. وأكد القيادي في حديث حصري لأخبار الآن أن قيادة تنظيم القاعدة في اليمن أرسلت الأموال إلى جماعة شباب الصومالية وجماعة أنصار الدين في سوريا، كما أرسلت الأموال إلى أفغانستان، منها للتنظيم نفسه ومنها لجماعة طالبان، مشيرا إلى أن القيادة العامة في اليمن توقعت أن تقوم جماعة طالبان برد الجميل. وفي بداية العام 2016، وقبل انطلاق العملية البرية التي قادتها قوات التحالف العربي وقوات المقاومة الجنوبية والنخبة الحضرمية بإسناد من القوات الأمريكية لطرد تنظيم القاعدة، شهدت مدينة المكلا عملا استخباريا مكثفا لمعرفة أماكن تخزين الأموال. وتم بالفعل استهداف أكثر من 15 مليار ريال يمني بالقرب من مزرعة بساحل حضرموت. ووفق القيادة فإن التنظيم بات أيضا يعاني من صراع داخلي بين الأغنياء والفقراء. ويضيف المصدر بأنه يمكن تقسيم التنظيم من وجهة نظر مالية إلى صنفين، الأول هم الغالبية العظمى من المقاتلين والقيادات الوسطية والعليا التي تم قطع المخصصات الشهرية عنهم وعن أثرهم، أما الصنف الثاني فهم النخبة المقربة من الزعيم الحالي للتنظيم خالد بطرفي، والذي رفضت الحلقة المحيطة به الإفصاح عن ما ادخرته من أموال مهربة واحتفظوا بها بشكل شخصي دون أن يقدموها إلى خزينة التنظيم. وقد أدى هذا الإجراء إلى انفجار الصراع القيادي بين خالد من جهة وبين القيادي الشاب الأبرز في التنظيم سعد عاطف العلقي من جهة أخرى. في المحصلة يبدو أن الوضع المالي للقاعدة في غاية التناقض، فبينما لم يتخلى بطرفي ودائرته المقربة عن حياة الثراء التي اعتاد عليها، يعاني التنظيم من أزمة مالية خانقة انعكست سلبا على تماسكه الداخلي.